كان حتى بالنسبه للتنظيم والناس المسؤولين جاوا تنشكرهم على هذه الرحله هذه، ونتمنى ان شاء الله تكرروها لوجهه اخرى ان شاء الله، ماشي غير طنجه، تركيا الديار الاوروبيه والديار الخليجيه ان شاء الله. وكنشكروا المنظمين وشكروا جميع المسؤولين، وما نساوش الاخ الكبير ديالنا الله يحفظك وشكرا. سي يونس واحد الكلمه. السلام عليكم اخوان الجميع، السلام عليكم. لا انترفيو، هذا انترفيو، شنو بان لك في هذه الرحله وفي هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. تحيه اولا تحيه للاخوان المشرفين على هذه المجموعه اللي هي مجموعه رحلات عبدو الحسافي. الصراحه اللي واحد العلاقه وطيده ما بيننا وبين الطاقه اللي كيخدم في الصمت. غادي يكون ان شاء الله شي حوايج من القدام اللي زوينين، ماشي غير في المغرب ولكن انما انترناسيونال، تركيا، دول الخارج العربي بحال هكا. كيكون ان شاء الله واحد البرنامج اللي كيكون في المستوى، وبرنامج كامل 100% اللي كيشرف عليه واحد الطاقم اللي باقى بواحد اللياقه شابه، سواء من التنظيم او التنشيط او الايواء اللي كيريحوا فيه. هادشي معروف الحمد لله على المجموعه اللي كنجيو الرحلات. وكنبغي نرحب بالناس اللي باقيين ما جاوش معنا الرحلات، بغي نقول لكم مرحبا بكم معنا ان شاء الله. كاين جديد تستاهلوا الخير، كاين بزاف حوايج، بزاف مفاجات كنتسناوها العام كامل، كيكونوا بزاف الرحلات. ونشكروا السي عبد الرحيم اللي ضروري خصو يبان معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، كنبغي نوجه الشكر للمنظمين ديال هذه الرحله هذه، اللي اول مرحله هذه اللي كنشاركوا في اول تجربه معاهم، والحمد لله جميع الامور دازت مزيانه. كان هناك تاخي، كانت محبه، كانت صداقه، كان كل شيء الحمد لله. وهذا هو اهم ديال هذه الرحله، واننا نكسبوا وجوه جديده ونكسبوا ناس جداد اللي كتعزز الصداقه بيناتنا. كنتمنى ان بحال هذه الخرجات دائما يتكرروا مع نفس الوجوه ومع وجوه جداد. وتحيه لكل المنظمين اللي كيستاهلوا كل الشكر. العائله مولاتي، السميه اعطيني الراي ديالك في هذه الرحله. سميه ايمان، كنسكن في جنه مستري. الرحله كانت رائعه جدا جدا جدا، شنا مناطق زوينه 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 بزاف. الناس الجروب اللي كان معنا كان الحمد لله مزيان في المستوى، يعني شي كيهز بشي واحد اللي كيتقلق الاخر تيهز بيه، والحمد لله كنا عائله في هاد الرحله. كي جاتك مغاره هرقل؟ شي حاجه اللي زوينه ما كنتش متوقعاها بحال هكا، يعني ما كانتش عندي الفكره، لان انا بلا ما نمشي لها خليني نمشي لطنجه نتسارى نشوف. ولكن مني جيت لها بصراحه قلت المسؤول على الرحله معك الحق، كانت المستوى. شكرا. سلام، لاباس معكم بهيجه. الرحله زوينه، الناس اللي فيها المستوى مزيان، رحله زوينه، سارينا في مناطق زوينه. كي جاتك البلايص؟ كي جاوك البلايص اللي مشينا اليوم في الرحله؟ كلشي زوين، كلشي زين كزين، كلشي زين كزين. والمغاره كي جاتك؟ جاتني زينه، اول مره نجي لها وزوينه. والرحله زينه، والناس الله يعمر لها دار، والناس الخفاء الله يخليهم لينا. ورحله طيبه. رحيم كان صبور جدا 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 معنا بهذا الرحله. سي عبد الرحيم كنشكرو جزيلا، كان صبور معنا بهذا الرحله. كنا شويه في ال جينا هنا جبنا، كان صبور معنا. مرحبا بنا. السلام عليكم الاخوان، كنشكركم على الرحله، وكنشكروا الاخوان كاملين والاخوان في المستوى. كنشكر السي عبد الرحيم السعيد علينا جاي من مراكش، من واحد مراكش، وجهو مزيان. كنتمنى ان شاء الله الرحمن نعاود معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما عدت علينا موجود، كاين دراري صحابي اللي معكم هنا في الرحله زوينه، حيت جاتني زوينه. والدراري صحابي قال لي اسيت تشوف كي داير بعدا، اصلا حنا اول مره نتلاقى مع هاد الناس هادو، ما عرفتش ما كنعرف نتلاقى فيهم، عرفت عليهم انا في التليفون. كنشكركم، كنشكر الاخوان، الرحله زوينه، جاتني زوينه الحمد لله. هادشي اللي بغينا هذا هو المهم، احسن حاجه كاع هي الرحله هذه.
الحمد لله الرحلة دازت بخير وعلى خير إن شاء الله، وباقي إن شاء الله باقي نديرو رحلات. رحلة كانت النهار الأول في الشاون كانت معتبرة، وزرنا العديد من المآثر يعني النقاط السياحية المهمة في المدينة، من هذا دار منانا وراس الماء والقصبة. يعني الحمد لله داز النهار بخير، النهار الموالي كذلك هذا النهار داز بخير على خير. تطوان من المرتي كان المبيت في مرتين ثم تطوان، يعني زيارة لوسط المدينة كذلك كانت ظروف أحسن بكثير من الأمس. يعني هذه الرحلة توجد في الزيارة ديالنا للمغارة ديال هرقل في مدينة طنجة، واللي مكان رائع جدا ومهم بزاف، وإن شاء الله نعود في الرحلات القادمة ونزوروا بزاف الأماكن في المغرب ديالنا الحديث. رحلة المدينة طنجة والشاون باقي طنجة ان شاء الله لطنجة، وغادي ندوزوا الاصيلة تاعي ان شاء الله، غادي ان شاء الله غادي نعاودوا نرجعوا للبلاد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. سيدي رحلة موفقة، سيدي رحلة زوينة زعما دازت في اجواء زوينة، شفنا الشمال شفنا نتوما نشكر المؤطرين على هذا التنظيم، سي علي وصاد رحيم كفوك، وما عادش نقول لك نتمنوا التعاون شي وجهات اخرى ان شاء الله. ياسر حنا الان كنتواجدوا في ساحه الحمامه في مدينه تطوان، وكنتمنوا ان شاء الله تكون جوله سعيده مع الاجواء ديال الشتاء. الاجواء ديال الشتاء واحد الجو رائع رائع الحمد لله على بلادنا وعلى خير بلادنا. الله ومرحبا بالجميع. الله يبارك. وشنو رايك في هذه الرحله سيدي محمد؟ واخويا رحله زينه تبارك الله. نشكر هذه الجمعيه اللي قامتينا بهذا.